بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع. إلى هذه الفقرة من على موقع لومادة الجريدة المغربية المعروفة. إذن كملوا لحتى العنوان عندنا ناسيوناليتي ماروكان، ناسيوناليتي ماروكان. إذن نتكلم عن الجنسية المغربية. لو دوموندور دو ديزورمي بارلي أراب أو أمازيغ. لو دوموندور، طبعا نتكلم أحيانا على لو فيرب دوموندي فعل طلبة. إذن هنا لو دوموندور الطالب، المقصود هنا الطالب الجنسية المغربية، الشخص الذي سيطلب الجنسية المغربية. إذن ناسيوناليتي ماروكان. لو دوموندور دو ديزورمي، إذن الطالب دو ديزورمي يتوجب عليه من الآن فصاعدا. لو دوموندور دو ديزورمي، إذن الطالب يتوجب عليه من الآن فصاعدا. ممكن نتكلم عن دوغينافون، تعني نفس الشيء. لو دوموندور دو ديزورمي، إذن الطالب يتوجب عليه من الآن فصاعدا بارلي أراب أو أمازيغ، أن يتكلم العربية أو الأمازيغية. إذن les personnes souhaitant obtenir la nationalité marocaine doivent désormais maîtriser les langues arabe et amazigh au l'une d'entre elles. Les personnes souhaitant obtenir la nationalité marocaine, الأشخاص souhaitant المتمنين. المتمنين لو غير سويتي يعني فعل تمنى. احيانا نتكلم عن لو سوي التمني. لي بيرسون سويتون اوبتونير لا ناسيوناليتي ماروكان، الاشخاص المتمنين حصول لا ناسيوناليتي ماروكان على الجنسيه المغربيه. دواف، طبعا نتكلم هنا لو فيرب دوفوار. دواف يتوجب عليهم ديزورمي ميتريزي لي لونغ اراب اي امازيغ. اذا يتوجب عليهم من الان فصاعدا ميتريزي، هذا فعل، ميتريزي فعل، كما نقول اتقن. اذا ميتريزي لي لونغ اراب اي امازيغ، يتوجب عليهم اتقان اللغات العربيه والامازيغيه، بمعنى اخر اللغتين العربيه والامازيغيه، او لين دونتر ال، او واحده منهما، كما نقول هنا واحده من بينهما، او لين دو entre elles, ou wahida min binim. Une nouvelle condition s'impose désormais aux personnes souhaitant obtenir la nationalité marocaine. Une nouvelle condition s'impose. Et dans notre cas, on parle de charton jadid. Comment on appelle une charte jadid? Une nouvelle condition. Et dans charton jadid s'impose. Yufrad s'impose. Comment on appelle un yufrad? Ou yufrad nefseo. Désormais. من الآن فصاعدا، أو بيرسون سويتون أوبتونيغ لا ناسيوناليتي ماروكان، سيفرض على الأشخاص سويتون المتمنين أوبتونيغ الحصول، كما نقول الحصول على لا ناسيوناليتي ماروكان، على الجنسية المغربية. إل ساجي دو لا ميتريز دو لاراب إي لامازيغ، يتعلق الأمر، إل ساجي يتعلق الأمر دو لا ميتريز بإتقان. دو لا ميتريز بإتقان دو لاراب اي دو لامازيغ، بإتقان العربية والأمازيغية. أو لين دو سي دو لونغ، أو واحدة من هاتين اللغتين. أو لين، أو واحدة دو سي دو لونغ، من هاتين اللغتين، أو أنك تتقن واحدة منهما. إذن سي سو كو ستيبول، إذن هذا الذي ينص، نتكلم على لو فيرب ستيبولي، كما نقول نص، سي سو كو ستيبول لا لوا، إذا هذا الذي ينص عليه القانون، سي سو كو ستيبول لا لوا، إذا هذا الذي ينص عليه القانون نيميرو 08.23، إذا نتكلم عن القانون رقم 08.23، كومبليتو لارتيكل 11 تاعيغ 1.58.250، سي سو كو ستيبول لا لوا، إذا هذا الذي ينص عليه القانون نيميرو 08.23. إذا هذا القانون كومبليتون المكمل. أحيانا نتكلم على لو فيرب كومبليتي، فعل كمل أو أكمل. كومبليتون لارتيكل 11، المكمل للفقرة 11، دي ظاهر من الظاهر 1.58.250. كومبليتون لارتيكل، المكمل للمادة 11، دي ظاهر 1.58.250، من الظاهر الذي كان بهذا الرقم. إذا نتكلم عن ينص القانون
الذي هو كان بهذا الرقم كومبليتون لارتيكل 11 المتمم للمادة 11 دي ظاهير 1.58.250. إذن طبعا الظاهر الذي كان بهذا الرقم بوتون كود كما نقول حامل قانون دو لا ناسيوناليتي ماروكان حامل قانون الجنسية المغربية. طبعا نتكلم هنا عن المتعلق بالجنسية المغربية سيت لوا ايتي بوبليي او بيلت اوفيسيال دو 27 فيفري 2023. سيت لوا ايتي بوبليي او بيلت اوفيسيال دو 27 فيفري 2023. اذا طبعا هذا القانون سيت لوا هذا القانون طبعا كما تشوفوا بان كلمه لا لوا هي كلمه مؤنثه سيت لوا هذا القانون ايتي بوبليي نشر احيانا نتكلم على لوفير بوبليي فعل نشر. اذا ايتي بوبليي انه نشر او بيلت اوفيسيال في الجريده الرسميه دي 27 فيفري لهذا اليوم 2023 بهذا التاريخ. اذا نتكلم عن هذا القانون الذي صدر بهذا التاريخ بالجريده الرسميه ست نوفيل كونديسيون. هذا الشرط الجديد ايمانون دي غروب استقلاليه المنبثق من المجموعه الاستقلاليه ست نوفيل كونديسيون ايمانون دي غروب استقلاليه دو لينيتي اي دو ليغاليتاريزم. إذن المنبثق من الجماعة الاستقلالية للوحدة والمساواة avait en effet été approuvé mardi 31 janvier à l'unanimité par la chambre des conseillers. avait en effet été approuvé أنه تم الاتفاق عليه approuvé approuvé quelque chose يعني أنك توافق على الشيء. إذن avait en effet été approuvé mardi 31 janvier تم الاتفاق عليه في هذا التاريخ طبعا يوم الثلاثاء 31 من شهر يناير الانانيميتي بالاجماع الانانيميتي بالاجماع كل الاعضاء صوتوا على هذا القانون باغ لا شامبر دي كونسي من طرف مجلس المستشارين كل الاعضاء مجلس المستشارين صوتوا على هذا القانون المكمل لي زوت كونديسيون بور افوار لا ناسيوناليتي ماروكان Non, pour l'heure, subi aucun changement. Les autres conditions, الشروط الأخرى pour avoir la nationalité marocaine, إذن هاد الشروط الأخرى اللي مطلوبة للحصول على الجنسية المغربية non subi أنها لم تتلقى. Non, pour l'heure, subi إذن هي لم تتلقى لحد الساعة aucun changement. أي تغيير. إذن لحد الساعة هذه الشروط الأخرى طبعا المتعلقة بالحصول على الجنسية المغربية أنها لم يحصل لها أي تعديل أنها لم تتغير. Les autres conditions pour avoir la nationalité marocaine non pour l'heure subi نتكلم عن le verbe subir إذا نتكلم عن تلقى أنه يحصل له aucun changement لم يحصل له أي تغيير. Il s'agit entre autres إذا يتعلق الأمر من بين أخرى إذن من بين شروط أخرى سنذكرون بعد شروط أخرى بالإضافة إلى إتقان اللغتين. إذن il s'agit يتعلق الأمر entre autres بين أخرى d'avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc أن تكون هناك إقامة habituelle معتادة إن صح التعبير et régulière ومنتظمة ومنتظمة au Maroc بالمغرب. إذا الشخص اللي غيحصل على هاد الجنسية من بين الشروط الأخرى أنه عليه أن يثبت سا ريزيدونس أبيتويال يثبت إقامته أبيتويال كما نقول المعتادة إيغيكوليير والمنتظمة أو ماروك بالمغرب بوندون لي 5 أني أثناء السنوات الخمس بوندون لي 5 أني بريسيدون لو ديبو دو لا دوموند عليه أن يثبت هذا الأمر خمس سنوات précédant le dépôt de la demande précédant le dépôt de la demande قبل وضع الطلب على الشخص الذي يريد الحصول على الجنسية المغربية أن يثبت وجوده بانتظام في المغرب بشكل طبيعي لمدة خمس سنوات قبل وضع الطلب précédant le dépôt de la demande avoir une bonne conduite et de bonnes mœurs كما نقول هنا حسن السيرة والأخلاق حسن السيرة والأخلاق de bon conduite et de bon mœurs
et justifier deux moyens d'existence suffisants. Et justifier deux moyens d'existence suffisants. Et justifier deux moyens d'existence. كما نتكلم عن وسائل الوجود، نتكلم هنا عن وسائل العيش، وسائل العيش سوفيزون الكافية. إذن عليه أن يثبت بأن له من المصادر الكافية ليعيش بشكل طبيعي في المغرب وألا يبقى عالة على المجتمع. إذن هذا فيما يخص هذه الفقرة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.